السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل اليوم في الشابتر الثاني اللي هو Rigid Bodies Equivalent Systems of Forces. في محاضرة اليوم هنشوف اللي هي المحاضرة الثانية طبعا، هنشوف Moment of Force يعني العزم بتاعت القوة، وهنشوف مثال على ذلك علشان نفهم به القانون هذا. هنبدأ بشرح القانون بتاعت العزم بتاعت أي قوة، يعني إذا كان عندك أي قوة مهما كانت تكون هي السبب في دوران نحو أي محور بنسميها الحزم اللي هي المومنت. مثلا لو ناخذ مثلا المثال هذا، قوة اليد هي حتكون السبب في الدوران في الاتجاه هذا، يعني نقدر نجيب العزم أو المومنت بتاعت القوة هذه حول المحور هذا. أول شيء لازم نعرفه اللي هو لازم نعرف الدايركشن اللي هو محور بتاعت القوة اللي هو هذا. نفس الشيء لازم نعرف المسافة العمودية ما بين محور الدوران والمحور القوة، يعني المسافة هذه دي. القانون بيقول أن الماجنيتيود أو القيمة بتاعت العزم بتكون قيمتها F في الدي، الاف اللي هي قيمة الماجنيتيود بتاعت القوة هذه، والدي اللي هي المسافة العمودية ما بين المحور القوة والمحور بتاع الدوران. يعني هذا هو القانون. هذا بالنسبة للماجنيتود. بالنسبة للمتجه أو الدايركشن بتاعت العزم هذا بنحددها اللي هو السانس طبعا، بنحده من خلال القانون بتاع اليد اليمنى. يعني بما أنها القوة حيكون الاتجاه بتاعها هذا، يعني الدوران حيكون في الاتجاه هذا، بما أن الاتجاه حيكون الأصابع حيكون اتجاه ماذا؟ الإبهام حيكون الفوق، يعني العزم بيكون اتجاهه الفوق. يمكن أن نشوف القانون هذا من خلال يعني شكل ثاني. مثلا لو نأخذ المثال هذا، هذه هي القوة F، يعني هذه الدايركشن بتاعت القوة، وهذا هو المحور بتاع الدوران، يعني أكيد العزم حيكون فوق نفس الحالة اللي شفناها هنا. لكن القانون هنا شو بيكون؟ حيكون M، يعني الام اللي هو العزم، حيكون الR اللي هي المسافة ما بين المحور ونقطة انطلاق القوة اللي هي هذه، يعني المسافة هذه اللي هي الR، يعني حتكون هذه الR، يعني الF اللي هي القوة هذه كروس R هي قيمة هي قيمة المومنت، قيمة العزم. طبعا احنا عارفين القانون بتاعت الكروس اللي هو يعني حيكون الماجنيتيود بتاعت الF في الماجنيتيود بتاعت الR في الساين الزاوية ما بين الدايركشن بتاعت الR والدايركشن بتاعت الF اللي هي هذه الزاوية ألفا. لكن هنا نقدر نقول أنه R sin alpha هي نفسها المسافة دي. طيب كيف نجيب هذه؟ بما أن هذه هي الزاوية alpha، هي نفسها الزاوية هذه alpha، يعني الزاوية alpha شو بتمثل بالمسافة دي؟ دي هي المسافة العمودية، زي ما قلنا هنا المسافة العمودية ما بين محور القوة والمحور متاع الدوران. طبعا هذا هو محور الدوران، هذا القوة، يعني المسافة العمودية هي نفسها هذه الدي، الدي هي نفسها تساوي، يعني الدي حتكون R sin alpha. ليش؟ لأنها مقابل الدي، يعني القانون النهائي الاف في الدي هو العزم، يعني نفس القانون اللي جبناه هنا نقدر نجيبه بطريقة ثانية. يعني نقدر نكتب القانون يا إما F cross R أو F في الدي، يعني هذا بطريقتين نجيب بهم العزم. هنا هناخذ مثال. السؤال هو determine moment about in the cases، في الحالات التالية. هنبدأ في الحالة الأولى. الحالة الأولى مثلا عن القوة هذه اللي هي قيمتها 100، طبعا هذا هو محور القوة. هنجيب العزم MA حول النقطة O، طبعا بما أنه دوران في الاتجاه هذا، يعني دوران حيكون في الاتجاه هذا، يعني حيكون الـ F دي، الـ F هي الماجنتيود بتاعت القوة، ودي المسافة العمودية ما بين النقطة اللي حيصير فيها اللي هي النقطة هذه والمحور، يعني المسافة هذه دي. الدي هذه كم تساوي؟ طبعا حتكون الوتر اللي هو 2.4 في كوساين 60، يعني 2.4 كوساين 60، هذه قيمة الدي اللي هي تساوي 1.2 متر. نضربها في الاف المية نحصل 120 نيوتن متر. هنمر للحالة الثانية. غيرنا الدايركشن بتاعت القوة اللي هي هذه الدايركشن، طبعا نفس النقطة حافظنا عليها أو، يعني المسافة العمودية حتكون هذه ما بين محور القوة
ما بين محور القوة والنقطة اللي هي دي. الحالة هذه دي حتكون 2.4 في الساين. ليش في الساين؟ لأن الزاوية هذه 60 هي نفسها هذه الزاوية 60، يعني الزاوية هذه بتكون مقابلة دي، بما أنها مقابل حتكون ساين. هنضربها في قيمة الآف اللي هي 100، هتحصل على 208. الحالة الثالثة والأخيرة، أخذنا يعني الدايركشن هذه بتاعت القوة F، يعني المسافة حتكون ما بين النقطة O اللي هي المسافة العمودية اللي هي نفسها 2.4 متر، يعني على طول حتكون F دي حتكون 2.4 متر، يعني حتكون القيمة بتاعها 240 نيوتن متر. يعني هذه أمثلة مختلفة كيف نجيب الحزم بتاعت القوة. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في محاضرة قادمة، وشكراً.